لم يكن بحسبان علي أن نار ارتفاع الأسعار ستصل إليه. عربانة حمل، من يريد عربانة؟ ينادي كفاقد شيء بحثا عن كروة بعد أن كانوا ينادون عليه. يقول علي أن تقلبات الدولار أثرت على عمله في نقل السلع والبضائع. علي ليث 47 سنة، أشتغل حمال عربانة، طالع من الصبح ليس بس كروتين شايل، فبسبب صعود الدولار ما مستفادين، يعني الحركة واقفة. ربما اعتاد البغداديون على حركة صعود الدولار هذه الأيام، لكن جيوبهم لم تعد تحتمل صعوده كما يقولون، فلا شيء سوى اليأس والسخط يعبرون به عن حالهم. كانت عندنا طبقة وسطى، هسه ماكو طبقة وسطى، لو ملياردير لو فقير من عدم، ماكو، يعني هسه تبقى الفقير منتهي. يعني هو من متى بدل غير المواطن؟ العامل البسيط، ابو المحل، ابو البسطيه، ابو الشمبار، ابو التكتك، ابو السياره، هاي احنا مواطنين. تجاوز الدولار حاجز ال 170 الف دينار قد يكون الاشد ايلاما على المواطنين في قفزاته، بيد انهم يتوجسون صعوده اكثر، وهذا ما يجعل السوق في انكماش وقلق متوازيين مستمرين. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.